التي في رحاب هذه المحكمة التي تحتضن أشغال هذه المائدة المستديرة الهامة، وهي مناسبة أغتنمها لأعبر لكم عن عميق سعادتي لمشاركتكم أشغالها بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الأفريقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة. وهو موعد كما تعلمون جاء بناء على التفاتة مولوية إثر ترأس جلالة الملك محمد السادس نصر الله لاجتماع لجنة انتظار للسلامة الأفريقية يوم 18 فبراير 2005، وتعليماته السامية باتخاذ جميع التدابير الكفيلة للتخفيض من عدد حوادث السير والحد من عواقبها، مما يؤكد ويعزز بالغ اهتمام جلالته بهذا الموضوع. فمحاربة آفة حوادث السير تعتبر من أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة من خلال تقوية دور النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاة، وتحقيق الحكمة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان. وهكذا فقد حرصت هذه النيابة العامة ومعها كل المتدخلين في مجال السلامة الطرقية على أن تعقد هذه المائدة المستديرة تحت عنوان الإشكالات العملية في تطبيق مدونة السير. نتوخى من خلالها رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي قد تعترض عمل كل متدخل، سواء على المستوى القضائي أو الضبطي أو الإداري أو التقني، ووضع الاقتراحات المناسبة التي يمكن أن تساهم في التعديل المرتقب في بعض مقتضيات قانون هذا القانون والذي ستتولاه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. حضرات السادة، مما لا شك فيه أن مختلف القطاعات المتدخلة في تفعيل أحكام هذه المدونة تواجههم بدورهم بعض الصعوبات في تطبيقها بسبب الإشكالات العملية والقانونية التي تعترضها، سواء على المستوى المعاينة العادية والآلية لضبط مخالفة أحكامها أو على مستوى إجراءات المحاكم وإصدار الأحكام وتبليغها. فمدونة السير على الطرق تطرح العديد من الإشكالات في التطبيق على مستوى الواقع العملي، وأغلبها مرتبط بالصياغة التي صيغت بها بعض موادها من جهة، أو نتيجة لما أفرزه التطبيق العملي لأحكام المادة 316 من المدونة من تضارب في العمل بخصوص رفع طابع التجريم عن بعض الأفعال التي كانت مجرمة سلفا بمقتضى ظاهر 19/1953 من عدن. حضرة السادة، إن تخليد يوم الوطني للقيام بحوادث السير مناسبة كذلك لاستحضار خطورة هذه الظاهرة. تعتبر حوادث السير حربا صامتة ذات كلفة بشرية كبيرة وتمس بإحدى الحقوق الدستورية الأساسية، ألا وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار وخيمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ولا شك أن الوقوف على إحصائية حوادث السير وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية كفيل بأن يبين أهمية وجدوى الاهتمام بهذا الموضوع لتضافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة كل من موقعه. وقد أورد السيد الوكيل العام للملك للمحكمة النقد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية يوم 24 فبراير الفائت بمقر رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي عن نتائج جد وخيمة لحوادث السير، قائلا إنها تخلف يوميا للأسف مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12000 آخرين بجروح بليغة. وإذا كان سلوك مستعمل الطريق مؤشرا على مدى احترامهم لقواعد السير على الطرق، فإن الإحصائيات تبين أن الجهود المبذولة لا تزال تحتاج إلى تطوير، إذ أن الأرقام الدالة على ارتكاب جرح ومخالفة السير بدائرة نفوذ هذه المحكمة تؤكد على استمرار عدم الوعي بأهمية الانضباط لقواعد السير على الطرق واحترام قواعد التشوير المعمول بها. وهذا ما يظهر من خلال عدد محاضر حوادث السير خلال سنة 2021 التي بلغ عددها 811 حادثة سير، منها 33 حادثة مميتة و803 بخسائر بدنية،
وخمسة منها تفتير الكحول ليبلغ عدد القضايا 503 قضية حادثة سير. أما محاضر جناح السير فقد بلغ عددها 830 محضرا، فتح لها 666 قضية مقابل 2447 محضرا متعلقا بمخالفة السير، فتح في شأنها 2900 قضية. ومن ضمن محاضر هذه المخالفات ما سجل عبر الرادارات وهو 2039 محضرا إلكترونيا، سجل منها 2566 قضية، فضلا عن أن عدد محاضر جناح الرادارات الرادار الثالث هو 8 جناح فتح لها 29 قضية. فمن خلال هذه الأرقام يتضح أن سلوك مستعمل الطريق يعتبر عاملا أساسيا في حوادث السير، إذ أن عدد المخالفات المرتكبة وخاصة تلك المتمثلة في تجاوز السرعة المسموح بها يعتبر بمثابة المؤشر الدال على ضرورة بذل وتضافر المزيد من الجهود لتطويق الظاهرة المذكورة. وفي الختام نأمل أن تلامس مداخلات السادة المشاركين في أعمال هذه المائدة المستديرة أهم الإشكالات التي أفرزها التعاطي مع مدونة السير من الناحية العملية، كما نأمل أن نخرج في أشغالها بتوصيات واقتراحات تفيد المشرع عند تدخله بتعديل بعض مقتضيات هذه المدونة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله.